أعتقد وجوده كأب سيوقظنا في فجر العيد لنصلي صلاة العيد. أفتقد التهنئة الأولى، يفتقد أبنائي التهنئة الأولى، دائما كان تهنئة الأولى لأبيهم. أفتقد الملابس المبهرجة، أفتقد اشترينا ملابس، نعم تبعنا سنة صلى الله عليه وسلم، لبسنا الجديد، لكن كانت دون تكلف دون حماس، كلها باهتة، حتى في ألوانها كانت باهتة.